نفسي افهم بقى المنطقة العربية يعني متخلفة ليه؟ متخلفة ليه؟ انا ابدأ بجواب كان طرحه عبد الرحمن بدوي في كتاب كان بيترجم للمستشرقين يعني، بس عمل مقدمة في 8 صفحات. عنوان الكتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية. أيوة. في المقدمة قال إيه بدوي؟ قال يستحيل يوجد فلاسفة في العالم الإسلامي. يستحيل؟ ليه؟ محال. ليه؟ لأنه قال إن العالم الإسلامي يستند إلى الإجماع، وبالتالي الفلسفة تستلزم التفرد وعدم الخضوع للإجماع. وطالما فكرة الإجماع متجذرة يعني في صميم العالم الإسلامي، يبقى ممنوع التفلسف. ده كان رأي بدوي، عبد الرحمن بدوي. بدوي. وأنا أشوف أنه هو رأي معقول ومقبول، لأنه أنت عايش في تكفير من العصر اللي احنا عايشين فيه ده، عصر تكفير. أنت كفرت 1913، كفرت منصور باشا فهمي بيعمل دكتوراه في السوربون عن المرأة في حال الإسلام، كفروه، فصلوه من الجامعة. ده الأول يدوله إنذار ممنوع تناقش الرسالة، ما خضعش وناقش ورجع، فصلوه من الجامعة وقالوا له بره خالص. راح فين؟ راح المزرعة بتاعت أبوه إقطاعي، قعد في المزرعة دي 6 سنين مع الفلاحين. بعدين جم قالوا له أنت كده تفكيرك تخلف، برافو، نعملك عميد كلية الآداب. فتخلف اكثر، عملوه مدير جامعه الاسكندريه. يعني في تصميم على، والراجل اعتذر وبطل بطل يدرس. يا 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 الشيخ علي عبد الرازق 1925 تجريده من القابه وتكفيره. والراجل لم يجرؤ حتى مماته، لم يجرؤ على ذكر كتابه المصادر اللي هو الاسلام واصول الحكم. ولما جم قالوا له قبل ما يموت بحوالي 6 اشهر كده نطبع، قال لهم ارفع قضيه اذا طبعته. ياه. مش عايز حد يجيب سيرته. شوف قد ايه الارهاب. طه حسين 1926 كتاب صدر وهو كفروه. عمل ايه؟ هو طعز من شويه من الشيخ علي عبد الرازق. عمل طبعة تانية وحذف منه كل الفصول اللي هي مثار جدل. جدل. وتراجع. وتراجع. نجيب محفوظ أولاد حارتنا. أنا لما أخذت جائزة نوبل اتصل بي صحف يعني أقول رأيي في وقتها، فأنا قلت إنه أظن إنه هيبقى في حيثيات الحكم إنه أولاد حارتنا رواية استثنائية. ليه طيب؟ هو فعلا كان في إشارة إنه الرواية دي من العوامل الهامة اللي أعطته نوبل. أقول لك ليه؟ لأنه هو في الرواية دي كان بيعرض للتطور الحضارة الإنسانية. لكن نجيب محفوظ يتميز، هو طبعا انت عارف ان هو خريج قسم الفلسفة وكان الأول. لكن افتكروه مسيحي وما تعينش عشان نجيب باشا محفوظ. والغريبة بقى ان نجيب باشا محفوظ هو اللي ولد، هو اللي عمل ولادة نجيب محفوظ. فتيمنا العيلة قالت نسميه، فهو اسم مركب نجيب محفوظ. هو بقى افتكروا ده مسيحي زي لوكا منعوه. لكن في جذوره التفلسف. رواية أولاد حارتنا هي صراع بين خفي
بين العلم والدين، وخفي بين العلم والخرافة. وهو له اسلوب لولبي نجيب محفوظ اللي بيها هو كان متصور نقدر يفلت بس ما فلتش. ظبطوه متلبس بالجريمة. فكفر. عشان كده واحد حاول انه يتخلص منه طعنه بسكين. ايوه، وجاهل، بس خد امر من الأصولية الدينية. امر ان ده ملحد يقتل. انا انفس فورا. وبعدين اتفرج فوق ده. طيب قتلوه. ده دكتور مراد، خليني اسال حضرتك دلوقتي، واضح ان احنا في المجتمع المصري هناك ازمه. ايوه. وهناك اصوليه دينيه. ايوه. هل احنا محتاجين لاصلاح ديني زي اللي حصل في اوروبا؟ واذا محتاجين، عايزك بقى تقول لي كده روشته. أيوة. واضحه ومحدده المعالم. ايوه. خطوات نطلع من المازق اللي احنا فيه دلوقتي ازاي؟ ايوه. هو عشان تطلع من المأزق أنت في حاجة إلى جرأة فكرية. يعني الفهلوة غير مجدية خالص، غموض في استخدام الألفاظ غير مجدي، غير مجدي. أنت عايز وضوح في معاني الألفاظ، ومحتاج لجرأة عقلية. الاثنين دول اذا توفروا هنقدر نواجه ونقاوم الاصوليه الدينيه المتحكمه الان في الثقافه، وتخرج منها وتعود الى الحضاره مره اخرى. اذا كان عندك جرأه في العقل ووضوح في المعاني، يبقى اذا في امل ان احنا نعمل اصلاح ديني وتنوير. ليه؟ لانه الاصلاح الديني بيديلك جرأة على اعمال العقل، ويديلك وضوح في استخدام الالفاظ، لانك انت طالع من عصور مظلمة. يعني الفاظ غامضة وجبن عقلي. فانت عايز تتجاوز، يبقى وضوح في معاني الفاظ وجرأة عقلية.